لمتابعة المؤتمر الصحفي للمرشحة الرئاسية كامالا هاريس. لرئاسة الولايات المتحدة. إذن الآن أمامنا عمل، وعلينا أن نتحرك للانتخابات العامة ونسير نحوها لنفوز بها. ولكل الأصدقاء أقول بأن علينا أن نحضر أنفسنا، فنحن ربما نحل في المرتبة الثانية وليس لدينا الأفضلية، ولكن لدينا الزخم، ونحن نعرف ضد من نقف، نعرف منافسنا. العديد منكم يعلمون قبل أن أكون نائبة للرئيس أو قبل أن أكون في مجلس الشيوخ كنت مدعية عامة، ثم كنت طبعا محامية، وقبل ذلك كنت أيضا أشتغل في المحكمة كمدعية. إذن في تلك الأدوار والمناصب واجهت العديد من المجرمين أو مرتكبي الجنح، من الذين يستغلون النساء ويتحرشون بهن، ومن الفاسدين الذين كانوا يسرقون من المستهلكين، والذين طبعا كسروا القوانين من أجل مصلحتهم. إذن استمعوا إلي حين أقول أنا أعرف نوع دونالد ترامب، إذن حسنا دعوني فقط أقل، دعوني أقل، أرجوكم أرجوكم أرجوكم، هذه الحملة، حملتنا ليست طبعا ضد ترامب، حملتنا هذه الحملة هي من أجل أو للقتال من أجل المستقبل، إنه قتال من أجل المستقبل. وبنسلفانيا نحن نقاتل من أجل المستقبل، لتكون هناك عقارات للجميع ورعاية صحية، رعاية للأطفال، وعطلات مدفوعة الأجر. نحن نقاتل من أجل المستقبل حيث نبني اقتصادا واسعا، كل الأمريكيين تكون لديهم الفرص لامتلاك منزل ولإنشاء تجارة ولتكوين ثروة. نحن نقاتل من أجل مستقبل حيث نخفض الأسعار التي لا تزال مرتفعة، ونخفض تكاليف المعيشة للعائلات الأمريكية، حتى تكون لهم الفرصة ليس فقط للعيش ولكن ليتقدموا. نقاتل من أجل مستقبل حيث ندافع عن ديمقراطية، عن حرياتنا الأساسية، حرية التصويت، وحرية لنكون آمنين من عنف الأسلحة، وحرية أن نحب من نحب بانفتاح وبفخر. وحرية المرأة لتختار قرارا بشأن جسدها، وليس حكومتها التي تملي عليها ما تفعل بجسدها. أحبكم. منذ اليوم الذي أعلنت فيه عن ترشحي حاولت إيجاد شريك لنبني هذا المستقبل الزاهر، A leader who will
زعيم سيساعد في توحيد بلادنا ويحركنا إلى الأمام، مقاتل من أجل الطبقة الوسطى ومواطن وطني يؤمن مثلي بالوعد الرائع للولايات المتحدة الأمريكية والحلم الأمريكي الرائع. الحلم أو الوعد، الحلم حلم الوعد بالحرية والعدالة ليس للبعض ولكن للجميع. إذن بنسلفانيا، أنا هنا اليوم لأنني وجدت هذا القائد، الحاكم تيم وولز من الولاية الرائعة مينيسوتا. إذن لأولئك الذين يعرفونه جيدا، تيم هو أكثر من حاكم، لزوجته جوين هو زوج، ولأطفاله هو هوب وغاس هو أب، وأيضا للمتقاعدين والكبار هو الضابط وولتز. وللناس في جنوب مينيسوتا ل 12 عاما كان عضوا في الكونغرس، ولطلابه كان السيد وولتز، ولأيضا لاعبي كرة القدم الذين لعبوا لديه كان كوتش أو المدرب وولتز، المدرب كوتش. وفي 91 يوما الأمة ستعرفه، تعرف تيم وولتز باسم آخر، نائب رئيسة الولايات المتحدة الأمريكية. إذن الولايات المتحدة لبعض الناس، طبعا ربما أذكر هنا قصة، لقد كان إنتاجا رائعا للطبقة المتوسطة في نبراسكا، وهو خدم أيضا بلدنا في الجيش على مدى عقدين كعضو في الحرس الوطني، وأيضا درس في المعهد جي آي بيل، وقبل أن يدخل السياسة عمل كأستاذ ومعلم، وحين المدرب كوتش وولتز مع زوجته انتقل من نبراسكا إلى مينيسوتا، عمل في الثانوية. كوتش وولتز كان يعلم طبعا الدراسات الاجتماعية، وجوين كانت تعلم الإنجليزية، وبعد المدرسة تيم طبعا كان يدرب أيضا فريق كرة القدم الأمريكية. وسمعت قصصا بأنه كان يحب استعمال كرة القدم لتعليم الناس دروسا عن الحياة، لقد رأى تلك الإمكانية في الأطفال والقدرات في أطفال لم يروا تلك الإمكانيات في أنفسهم. وفي تلك الليالي، ليالي الجمعة، كوتش وولتز كان دائما يحمس لاعبيه للإيمان بأنهم يمكن أن يحققوا أي شيء، ومعا واجهوا التحديات
وانتقلوا ليكونوا لأول مدرسة تفوز ببطولة الولاية. وأقول أيضا إن تيم لم يكن فقط شخصا قدوة في الملعب، فكان طلاب طبعا يذهبون إليه ويتطلعون إليه، وكان أحد الطلاب من المثليين، وكان يأمل أن يقيم تحالفا للمثليين في ذلك الوقت حيث كان رفض مثلا تلك المجموعات. فتيم في ذلك الوقت علم الإشارة ليكون هناك مثلا مدرب كرة قدم ينخرط في هذا. إذن هو وقع ليكون المستشار لتلك المجموعة. وكما قال الطلاب فإنه جعل المدرسة مكانا آمنا للجميع. وفي طبعا المعهد صوتوا عليه بأنه أكثر شخص إلهاما في تلك الثانوية. وأظن بأن الناس هنا يمكن أن يروا فإن تيم وولتز كان المعلم الذي جميع الطلاب في الولايات المتحدة يحلمون أن يكون أستاذهم، وكل طفل يستحق ذلك. فنوع المدرب، لأنه شخص لطيف جدا وحنون، يشعر الناس بأنهم يمكن أن يحلموا أحلاما كبيرة، وهذا هو نائب الرئيس الذي سيكون كذلك. وهذا هو نوع نائب الرئيس الذي تستحقه الولايات المتحدة. إذن كان طلاب كوتش وولتز الذين ساعدوه ليختار ليترشح، وخدم 12 عاما في الكونغرس يمثل مقاطعة، حيث إنه اشترك أو اتصل مع الجمهوريين أيضا للعمل، وكان الأفضل للخدمة في الكونغرس، وكان من أفضل الناس. وأيضا أفضل وكان معروفا بأنه أحد أفضل المسجلين في كابيتول هيل، حيث إنه فاز برماية عاما بعد عام. في واشنطن تم عمل لرفع الحد الأدنى من الراتب لحماية حريات العمال للالتحاق بالنقابات، وأيضا صوت لتمرير قانون الرعاية الصحية، والذي بالطبع كان يعطي التأمين للملايين من الأمريكيين. وحين ننتصر أنا وتيم سنبقي ذلك القانون وسنجعله حتى أقوى. سننتصر. دعونا
دعونا نتحدث عما نتعامل معه من الجانب الآخر. إذن في آخر موضوع، لو فاز ترامب فإنه سينهي قانون الرعاية الصحية وسيعيدنا إلى الوقت حيث شركات التأمين كان لديها القوة لحرمان الناس المرضى. هل تذكرون كيف كان الحال؟ أطفال مثلا بضيق التنفس الذين يعانون وبالسرطان والسكري. نحن أنا وولتس لن نسمح بذلك ليحدث، لأننا نؤمن بأن الرعاية ينبغي أن يكون حقا وليس فقط لأولئك أو مزية لأولئك الذين يستطيعون دفع الأموال. طبعا كحاكم تيم كافح من أجل العائلات ودعم أن يكون هناك عطلات مدفوعة للعاملين في مينيسوتا، ورفض كحاكم أن يسمح لأي طالب في المدارس العمومية أن يجوع. لذلك فإنه جعل الغداء والفطور إلزاميا لكل طفل وكل طالب. وتيم وولتس وأنا نتفق على العديد من القضايا، حيث إن ونقول أن الطبقة المتوسطة إذا كانت قوية فالولايات المتحدة تكون قوية، وتقوية وتعزيز الطبقة الوسطى سيكون هدف الرئيس حين أكون رئيسة الولايات المتحدة. إذن بنسلفانيا طبعا نحن نقاتل من أجل مستقبل الطبقة المتوسطة، وإنه كفاح من أجل الحرية أيضا. في هذه اللحظة نحن نشهد هجوما كاسحا ضد الحريات أو الحقوق الأساسية، مثلا حرية التكاثر. فكروا في هذا، دونالد ترامب قال بأنه يريد معاقبة النساء، وكنتيجة لأفعاله اليوم في الولايات المتحدة واحدة من ثلاث نساء تعيش في ولاية حيث يحظر الإجهاض. بعض تلك القوانين تعود إلى القرن الثامن عشر، حتى قبل أن تحصل النساء على حق التصويت. بينما أنا وتيم لدينا رسالة إلى ترامب والآخرين الذين يريدون إعادة عقارب الساعة بشأن حرياتنا الأساسية، لن نعود إلى الوراء. لن نعود إلى الوراء. لذلك دعوني أقول بشأن تيم وولتس، فهو قد قال هو قد أظهر بأنه يقف ضدهم حتى قبل أن يقف معي هنا. لقد كان أول حاكم في البلاد الذي وقع على قانون جديد يعزز حرية التكاثر كحق أساسي. ومع تيم وولتس إلى جانبي حين أكون رئيسة الولايات المتحدة وسننتصر ونفوز بالأغلبية في الكونغرس، سنمرر قانونا لإعادة حرية التكاثر، وأنا سأوقع عليها لتكون قانونا. تيم وولتس أيضا دافع عن حرية التصويت المقدسة كحاكم، وقع على أهم حق للتصويت في مينيسوتا خلال 50 عاما.
ومع الحاكم وولتز حين أكون رئيسا سنمرر جون لويس قانون جون لويس وحرية التصويت أيضا. سنفعل ذلك. إذن تيم رجل طبعا لديه سلاح ويمتلك سلاحا، ولكن يعتقد بأنه ينبغي أن تكون قانون تضبط الأسلحة. إذن كحاكم هو طبعا وسع مراقبة الأسلحة وزاد العقوبات على مبيعات الأسلحة غير المشروعة. ومعا حين ننتصر في نوفمبر سنمرر قانونا للتحقق من الأسلحة لنجعله قانونا ولنحظر بيع الأسلحة غير المشروعة. خلال عمله تم طبعا هو يبزغ كنجمة ويعكس أو يعكس الضوء على الكثير من الأمور التي يمكن أن نعمل عليها. ومع خبرته أنا أقول لكم تيم وولتز سيكون جاهزا من أول يوم. والحقيقة حين نقارن سجله أو سيرته الذاتية، هل نفعل هذا؟ إلى مثلا إذا قارناه بنائب ترامب فحسنا البعض ربما سيقولون إنها مثل إنه مثل مقارنة بين مثلا الجيزي تيم والفيرسي سكواد. إذن بنسلفانيا في نهاية المطاف الانتخابات نواجه سؤالا، أي نوع من الدولة التي نريد أن نعيش فيها؟ هل دولة حريات وتعاطف وحكم القانون، أم دولة من الفوضى والخوف والكراهية؟ وهذا هنا يكمن جمال ديمقراطيتنا. كلنا لدينا القدرة والقوة للرد على هذا السؤال والإجابة عنه. القوة هي في أيدي الشعب. نحن نحب بلدنا، وأنا أؤمن بأنه ربما أفضل نوع من القومية والوطنية لنقاتل من أجل بلدنا. هذه طريقة محافظة على الحلم الأمريكي. وقبل كل شيء، فالحلم الأمريكي هو ما يجعل كل الأمور ممكنة لطفلين من الطبقة المتوسطة. حين هناك طفلة من كاليفورنيا والتي ترعرعت من قبل أم عاملة، والآخر هو ابن لمزارع في نبراسكا. إنه الحلم، الحلم الأمريكي، لأنه فقط في الولايات المتحدة، هل من الممكن لهما معا لأن يتقدما ويصل إلى البيت الأبيض؟ فقط في الولايات المتحدة.
فقط في الولايات المتحدة. نعم هذا صحيح. بلدنا عظيم ومبادئنا متشابهة ونحن نؤمن معا في رفع الناس وليس إسقاطهم. أنا وتيم نعلم بأن أغلبية الشعب الأمريكي لديهم أشياء كثيرة متقاسمة أكثر مما يفرقهم. حين ننظر إلى الناس فإننا نرى في المواطنين الأمريكيين جيرانا وليس أعداء. ليس أعداء. لذلك وعدي لكم هو أن حملتنا ستتحدث مع الجميع من الولايات الحمراء إلى الولايات الزرقاء، من قلب البلاد إلى السواحل والريف والمدن والقبائل. نحن نقود حملة نيابة عن كل الأمريكيين، وحين نفوز سنحكم نيابة عن كل الأمريكيين. ولذا مع تيم وولتز إلى جانبي ومع كلكم جميعا إلى جانبنا، دعونا نكافح من أجل مستقبلنا. ومع هذا الآن أطلب بنسلفانيا، هل أنتم مستعدون لإسماع أصواتكم؟ هل نؤمن بالحرية؟ هل نؤمن بالفرص؟ هل نؤمن بالحلم الأمريكي؟ وهل نحن مستعدون للكفاح من أجل ذلك؟ وإذا كافحنا فسننتصر. والآن نرحب بنائب الرئيس المقبل تيم وولتز. إنه أمر مذهل. شكرا. شكرا، أمر مذهل. شكرا فيلادلفيا. شكرا سيدة نائبة الرئيس لثقتك في، وربما شكرا أيضا لإعادة الفرحة. أنا سعيد جدا بأن أكون معك ومع دوغ في هذه الرحلة الرائعة في بنسلفانيا، أنتم تعلمون هذا، ولكن أي كنز لديكم في جو شابيرو. هذا الرجل يمكن أن يحمسكم، إنه قائد رائع وذو رؤية. العديد في الأمريكيين مثلا إذا أردتم بناء جسر فاتصلوا بذلك الرجل. وأعتقد بأنه ربما ينسى الناس، ولكن برؤيتي لرجل يكترث كثيرا بشأن عائلته وهو رجل رحيم وذو رؤية، وأنا أعرف هذا من الخبرة، فليس هناك أي أحد يمكن أن تذهب إليه وتصغ إليه مثل جورج شابيرو. وطبعا أنا سعيد جدا لأعلمكم بزوجتي أيضا، زوجتي التي خدمت لـ29 سنة كمعلمة.
زوجتي غوين. لا تسيء التقدير أو تقلل من قيمة الأساتذة. وولدانا هوب أند غاس. لم أكن لأفخر أكثر بهما ولأساعد نائبة الرئيس لتصبح ما نعتقد أنه سيكون رائعا بالنسبة إلينا الرئيسة المقبلة للولايات المتحدة الأمريكية. من أول يوم لها كمدعية عامة وخدمتها في المحاكم في ولاية كاليفورنيا الرائعة وأيضا سيناتور في وأيضا نائبة الرئيس رئيس الولايات المتحدة الأمريكية نائبة الرئيس هاريس قد قاتلت إلى جانب الشعب الأمريكي. لقد واجهت هؤلاء المعتدين والمجرمين والفاسدين والعصابات وأيضا الشركات الكبرى ولم تتردد في التواصل مع الحزب الآخر إذا كان الأمر يتعلق بتحسين حياة الناس. وأود أن تعلموا جميعا ولا تقللوا من قيمة هذا فإنها تفعل هذا بإحساس السعادة. أعرف ربما الكثير من هذا فقد عشت في ولدت في ويست بوينت نيبراسكا وكنت في مجتمع صغير وقضيت الصيف في المزارع وأمي وأبي علمونا أن نظهر الكرم لجيراننا وأن نعمل من أجل الخير. أبي خدم في الجيش أثناء الحرب الكورية ومع تشجيعه في سن 17 انضممت إلى الحرس الوطني. ل24 سنة كنت فخورا بارتداء ذلك الزي وخدمة البلاد. الحرس الوطني أعطاني هدفا، أعطاني قوة الالتزام وشيء أكثر منا، أكبر منا، وكما تعلمت من أبي فإنهم أعطوني أيضا تلك الفرصة للدخول إلى المعهد. أبي كان مدرسا وأنا وأخي تبعنا خطواته. ثلاثة من أربعة منا تزوجوا بمدرسين أو مدرسات. ماذا نفعل؟ نحن طبعا درسنا على مدى أكثر من 20 عاما وأيضا دربنا في الرياضة وطبعا مع احتساب الفوز ببطولة الولاية. فطبعا لا تغلق كما يقال باب. لقد شجعوني لأن أترشح. رأوا في ذلك الالتزام للخير للجميع. أعتقد بأن شخصا واحدا يمكن أن يحدث الفارق. لذلك في 2006 قفزت وترشحت للكونغرس. ولأن طبعا الطلاب أو عفوا المدرسين دائما لديهم ذلك الذكاء كما يقال فإنني قفزت وجيراني احتضنوني وقدموا لي تلك ذلك الدعم. ثم طبعا دخلت مجلس النواب. أنا فخور بالعمل الذي عملناه معا. عملت مع الحزبين بشأن الزراعة وبشأن الاقتصاد. تعلمت فنون التسوية من دون التخلي عن مبادئي. والآن كحاكم لولاية مينيسوتا العظيمة أجلب هذه الخبرة كما هي والتحديات التي واجهتها
قوة مينيسوتا تأتي من مبادئنا والتزامنا بالعمل معا لتجاوز خلافاتنا ودائما لمساعدة بعضنا البعض. هذه المبادئ تعلمتها في المزرعة ونقلتها إلى طلابي، أخذت ذلك إلى الكونغرس، والآن نائبة الرئيس هاريس وأنا سنحاول جلب تلك المبادئ إلى البيت الأبيض. دونالد ترامب يرى العالم بطريقة مختلفة كثيرا عنا. قبل كل شيء هو لا يعرف أي شيء بشأن الخدمة، لم يكن لديه وقت لأنه كان يخدم نفسه فقط وكان منشغلا بذلك. مرة أخرى ومرة أخرى وأخرى ترامب أضعف اقتصادنا لتقوية نفسه. هو يسخر من قوانيننا وزرع الفتنة والانقسام، وطبعا ولا نتحدث عن سجله كرئيس. لقد جمد في فترة كوفيد، لقد قاد اقتصادنا إلى الهاوية، ولا تخطئوا فإن العنف أو الجريمة العنيفة كانت مرتفعة أثناء فترة دونالد ترامب، ولا نحتسب الجرائم التي ارتكبها. بعضنا هنا هم كبار في السن ليتذكروا. أنا رأيتك هناك، رأيت هؤلاء الأشخاص ذوي الشعر الأبيض حين كان الجمهوريون يتحدثون عن الحريات، أما الآن فما كانوا يعنوه هو أن الحكومة يمكن أن تكون حرة لمهاجمة مكتب طبيب مثلا. في مينيسوتا نحن نحترم جيراننا وخياراتهم، حتى ولو لم نكن نتخذ نفس الخيار فهناك قانون ذهبي، اكترث بمشكلاتك فقط. هؤلاء الآن طبعا يغنون ورائي وأنا سعيد بهذا. هذا يتضمن مثلا بالنسبة لي هذا أمر شخصي. حين زوجتي وأنا قررنا أن نلد أطفالا ذهبنا إلى المستشفيات، وكنت أصلي كل يوم لأسمع أخبارا سارة، وطبعا كان هناك هاتف ولم يكن فرصة بأننا نرحب بذلك، ولذلك بعد ذلك ولدت طفلتنا وسميناها هوب، الأمل. نعم، إنه التلقيح الاصطناعي، وحين أنا والرئيس نتحدث عن الحرية نعني الحرية لاتخاذ القرار بشأن الرعاية الصحية، وبالنسبة لأطفالنا ليكونوا أحرارا للذهاب إلى المدرسة من دون مثلا أن يطلق عليهم النار ويقتلوا في المدارس. وكما سمعتم طبعا حين كنت في مينيسوتا، نحن نؤمن بالتعديل الثاني، ولكن نؤمن أيضا بقوانين تحد من انتشار الأسلحة.
نائبة الرئيس هاريس تؤدي إلى التعليم للطبقة الوسطى وليس لرفع الديون، وأيضا هواء نقي وماء نقي ومجتمعات آمنة. مكان حيث نحل خلافاتنا ليس بالعنف ولكن بالانتخابات. وهذا هو شأن هذه الانتخابات، في أي اتجاه سيذهب بلدنا؟ لا، لن نعود إلى الوراء. دونالد ترامب بكل تأكيد سيعيدنا إلى الوراء، ولا تصدقوه حين يبدي نفسه بأنه لا يعرف شيئا، ولكن برنامجه 2025 يحد من حرياتنا. لمساعدة الأغنياء وتخريب اقتصادنا. لو حصل على فرصة للعودة فسيبدأ من حيث انتهى قبل 4 سنوات، فقط هذه المرة سيكون الأمر أسوأ بكثير. برفع التكاليف على الطبقة المتوسطة، نعم سيقضي على قانون الرعاية الصحية، ليس هناك شك. والرعاية والتأمين، وحين يقول لكم شخص هل نصدقه، هو قال بأنه سيحظر الإجهاض في كل البلاد، سيفعل ذلك سواء بموافقة الكونغرس أم لا. دونالد ترامب لا يقاتل من أجلكم أو عائلاتكم، لم يجلس على طاولة كما كنا نحن في الماضي. هو كان يلعب في الغولف في مارالاغو ليدرس كيف يمكن أن يرفع الضرائب عن أصدقائه الأغنياء. وأقول لهم حتى زميله أو نائبه يحمل نفس التفكير ونفس الأجندة لبلدنا. جي دي فانس حرفيا كان مهندس أجندة 2025، وهو الذي كتبها. كالأشخاص الطبيعيين طبعا، جي دي فانس مثلا ذهب إلى ييل، وطبعا موله المليارديرات من وادي السيليكون، وهو يود. حسنا، هل نصدقه؟ هذا ليس ما تمثله الطبقة المتوسطة. وأقول لكم أنا على أهبة الاستعداد وأنتظر على أحر من الجمر لمناظرة جي دي فانس. طبعا لو كان مستعدا لأن يواجهني. أقول لكم فقط كملاحظة، ولكن علي أن أقول ذلك، أنتم تعرفون ذلك وتشعرون به. هؤلاء الأشخاص مجانين، هذا ما ترونه. إذن تعرفون ما يواجهنا. قولوا معي إننا لن نعود إلى الوراء، لن نعود إلى الوراء، لن نعود إلى الوراء. إذن هناك 91 يوما. يا إلهي هذا سهل، سننام حين نموت. وخلال 91 يوما المقبلة وفي كل يوم في البيت الأبيض، فإنني سأعطي دائما الدعم الكبير للرئيسة هاريس، وسنحظى بدعمكم أيضا.
أنتم تعرفون كيف تسير الأمور، نحن بحاجة إليكم جميعا، أنتم كلكم. واذهبوا إلى kamalaharris.com لأننا نحتاجكم لتكون لكم الحرية. هذه الزعيمة، هذه المرأة الرحيمة، وتؤمن بكم جميعا. يا إلهي، جئتم هنا الليلة، إذن أنتم تريدون أن هذه البلاد أن تتقدم ولن نعود إلى الوراء. إنها تؤمن بالفرص لكل واحد ليلتحق بالطبقة المتوسطة. إنها تؤمن بالحلم الأمريكي. إذن علينا أن نقاتل، علينا أن نقاتل، لأنه كما قالت الرئيسة هاريس مستقبلا حين نقاتل ننتصر. شكرا فيلادلفيا، شكرا نائبة الرئيس، فليبارك الرب الولايات المتحدة.